هي كان مباراة وإحساسها فعلا. أنا طبعا النهاردة بقيت حاجة حاجة بداية بتفكر عنهم بفرحة وبنصر كبير. طبعا أتمنى سنة ربنا يرحمهم ويخليهم يزعلوا من الجمهور. حاجة ثانية طبعا حابب أشكر الجمهور المغربية النهاردة على الدعم ده. حابب أشكر النادي الأهلي على الوجود المتسابق كبيرة جدا معانا النهاردة وعلى الدعم اللي هم قدموه لينا. الجمهور النادي الاهلي اللي موجود في مصر ودعمنا ودايما دعمنا بطوله كبيره وبطوله مهمه بالنسبه لنا الحمد لله. كانت البدايات انت عارف تبقى مهمه جدا بالنسبه لنا. الحمد لله ربنا كرمنا والنهارده اداء ونتيجه والحمد لله حاجات ايجابيه كتير اتمنى عليها. لكن دي خطوه لسه قدامنا خطوتين ثلاثه ان شاء الله عشان نوصل للحلم اللي الجمهور النادي الاهلي بيحلم بيه ومستنيه ومنتظر مننا ومن اللعيبه. الحمد لله خطوه ونفكر في اللي جاي ان شاء الله. يمكن يا كابتن واضح الاستعداد والتركيز الكبير من اللعيبه من وقت وصولنا للمغرب. انت شايف الفرقه بتتعامل مع كاس العالم ازاي؟ انت بتشارك للمره الثالثه على التوالي. يمكن اتكلمنا في الموضوع دوت اتكلمنا من خلال برضه القناه والموقع ان بطوله كبيره. النادي الاهلي الحمد لله عنده تاريخ كبير جدا. يمكن مرتين ورا بعض حققنا المركز الثالث وقبل كده كان المركز الثالث يعني ثلاث مرات. يعني بنامل بقى ان احنا ان شاء الله ان احنا نوصل لابعد من كده المباراه النهائيه. ودي مش هتيجي غير ما بتركز في بدايه المباراه لان المباراه النهارده لا قدر الله لو كنت خسرت كنت هتخرج منها يعني. فبالنسبه لنا كانت المباراه مهمه جدا. المباراه اللي جايه برده مهمه جدا بالنسبه لنا جدا عشان هي اللي هتوصلنا لمباراه نصف النهائي. فاحنا بنفكر واحده بواحده. وبالنسبه للاجواء دي انت كنت معانا وشايفين يمكن المعسكر الاول كان في تطوان الحمد لله اشتغلنا كويس وكان في تركيز كويس وكان في استقرار كويس واللعيبه مركزه والجهاز مركز حتى دعم من الكابتن ومجلس اداره ولجنه الكوره والتطوير اللي موجوده دلوقتي معانا وشركه الكوره. فاعتقد الحمد لله كان حاجات كلها الناس روحها عاليه جدا. كل الناس بتدعم الفرقه كل الناس بتدعم الفريق عشان يروح لابعد من كده. واعتقد الحمد لله ان احنا في الطريق الصحيح. ازاي هيكون الاستعداد ان شاء الله الماتش الجاي؟ يعني الاستعداد بدا من بعد المباراه على طول. يعني ممكن تكون شايف اللعيبه اللي ما شاركتش في المباراه كملت تدريب وبكره عندنا استشفاء وتمرين الناس ما لعبتش ومستعد ان شاء الله للمباراه القادمه باذن الله. شكرا حبيبي. شكرا.